لا تزال الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس تسير دوريات مشتركة مع قوى الشرطة والأمن العام الوطني في المدينة والفصائل العسكرية أيضا بهدف محاربة وملاحقة التجار ومروجي المخدرات. نلتقي الآن مع أحد القادة في فرع الشرطة العسكرية بمدينة جرابلس ليضعنا في تفاصيل إلى أين وصلت الحملة التي خرجوا بها منذ تقريبا 15 يوم. يعطيك العافية، نتعرف بحضرتك وما اسمك بالشرطة العسكرية؟ الله يعافيك، علاء الدين أبو حيدر، رئيس قسم المهام الخاصة. علاء، أهداف الدوريات اللي عم تطلع بجرابلس شو هو؟ الحقيقة تهدف هذه الدوريات إلى ضبط أمن وأمان المنطقة وحمايتها، حيث نقوم بنشر الدوريات على مداخل ومخارج المدينة ومناطق التهريب. طبعا هذه الدوريات بالاشتراك مع قوات الشرطة والأمن العام في مدينة جرابلس ومساندة الجيش الوطني في حال تطلب ذلك. طيب الحملة لوين وصلتوا فيها بعد تقريبا 15 يوم من انطلاقها؟ لوين وصلت هذه الحملة؟ الحقيقة انطلقنا بهذه الحملة منذ أكثر من نصف شهر تقريبا، ولا تزال مستمرة إلى الآن، وقد حققت أهدافا عديدة، أهمها تخليص المدينة من هذه الآفة، آفة المخدرات. وتم ضبط كمية من الاتشبوز والقنب الهندي والأدوات المستخدمة لتعاطي هذه المواد، والعمل مستمر بشكل دؤوب. ولقد كان الدور الأكبر في نجاح هذه الحملة هو تعاون أهالي مدينة جرابلس الكرام من كافة مكوناتها ومن العشائر العربية الأصيلة وبمؤازرة ومساندة الجيش الوطني. طيب عدد الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم بال15 يوم الماضيات مع بداية الحملة، تاجر ومروج للمخدرات، كم وصل؟ تجاوز عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم 50 ما بين تاجر ومروج. نعم. وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولا لينالوا جزاءهم بشكل قانوني. الله يعطيك العافية. حياكم الله. إذن لا تزال الحملة قائمة في مدينة جرابلس بالتزامن مع حملة مشابهة أيضا في مدينة الباب ضد تجار ومروجي المخدرات. الحملة أيضا في جرابلس بحسب القائمين عليها أنها ستبقى مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها بشكل كامل، وهي القضاء على آفة المخدرات التي انتشرت في الشمال السوري المحرر بشكل كبير في الآونة الأخيرة. بدر كجك، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي.